تمام. المنتخبات العربية، يعني شيء رائع جدا انه نلاقي مصر وتونس، مصر والمغرب والجزائر يتأهلوا بالعلامة الكاملة. الثلاثة حققوا 3 انتصارات. هنقف عند المغرب طبعا، بس مبدئيا كرة شمال افريقيا ازاي انت شايفها من خلال الدورة؟ أنا في رأيي هذا يدل على أنه كرة القدم في المغرب العربي أو في شمال إفريقيا، أنا كنت أتكلم طبعا على المغرب وتونس وليبيا وحتى موريتانيا، لأن شفنا موريتانيا منتخب حلو عنده لاعبين، عنده لاعبين لم مفاجأة صراحة. وليبيا ومصر، هذا يدل على أنه الكرة العربية أو شمال إفريقيا فيها لاعبين خزان كبير ديال اللاعبين الموهوبين، ولازم نطوروا كرتنا يعني في المنطقة، على أساس يكون عندنا نجوم كبار مثل الآن محمد صلاح وزياش ومحرز وزيد 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 والنيني والتريزيجي وزيد، يعني أسماء كبيرة بزاف. لأنه هو مثلا في مصر لازم يكون 10 محمد صلاح، في المغرب 10 مثلا زياش اليوم، او في الجزائر نفس الشيء، في تونس، في كل بلدان العرب. والحمد لله يعني المنطقه العربيه او الدول المغرب العربي او شمال افريقيا بما فيهم طبعا كيف قلت كل الدول، ومصر لازم يكونوا نجوم كتار كيف يعني زمان. احنا كنشوفوا في مصر قبل ما المدهش ان في السابق زي ما تقول زمان كان عندنا نجوم مواهب هائله طبعا ومواهب هائله، ولم تكن عندنا النتائج اللي بتحصل بعد كده. يعني منتخب الخطيب وحسن شحاته وفاروق جعفر وعلي بوجريشة وقبليه الشاذلي ومصطفى رياض وصالح ورفعت لم يحققوا يعني هل كرة القدم لما اختلفت وبقت تعتمد على القوة البدنية وعلى السرعة والجماعية بالإضافة إلى الموهبة ساعدت المنتخبات العربية أنها تقرب من أوروبا شوية ولا؟ طبعا طبعا طبعا، لأن كاين واحد الانفتاح كبير في الكرة العالمية اليوم وخاصة في أوروبا، وحنا كنعرفوا بأنه أوروبا هي اللي كتحكم في الكرة في العالم، لأنه أكبر اللاعبين أكبر الكرة موجودين في أوروبا، وأكبر الأندية موجودين في أوروبا، والإمكانيات الكبيرة موجودة في الأندية الأوروبية. فالأمور طبعا تغيرت، والآن الكرة الحديثة تغيرت كثير على زمان، هذا ما في شك. اليوم ولو أصبحت يعني كرة مدروسة وكرة تلعب بطريقة يعني علمية غير اللي كنا احنا كنلعبوا به. التكتيك بقى مهم، تكتيك لا طبعا الفطر. طبعا احنا كنا كنلعبوا طبعا بالموهبه وكنلعبوا بالفطره. بالفطره.